أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، اليوم سوف نتحدث في درس جديد، الدرس الأول الإعراب والبناء. قبل ما نتكلم في الدرس، عايز حد يفكرني بالأسماء الخمسة. برافو عليك. أب، أخ، حم، خو، زو. مين يقدر يقول لي علامات إعراب الأسماء الخمسة؟ ممتاز، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طيب نبدأ في الدرس بتاعنا ونقول كريم تلميذ مجتهد. احنا بنتكلم عن الإعراب. لو هنتكلم عن الإعراب يبقى الإعراب في اللغة العربية يختص بالحرف الأخير. لو الحرف الأخير بتتغير عليه علامات الإعراب من ضمة لفتحة لكسرة، تقدر حضرتك تنطقهم، يبقى ده اسمه تغيير. التغيير ده بيبقى في صورة الحرف الأخير. تغيير صورة الحرف الأخير زي لما أقول كريم تلميذ مجتهد، يبقى ده اسمه إعراب. يبقى الحرف الأخير لو بيتغير معايا باختلاف موقعه في الجملة، أو علامة الإعراب بتتغير معايا باختلاف الموقع في الجملة، يبقى ده بنسميه في اللغة العربية الإعراب. يبقى تغيير ضبط أو تغيير تشكيل أواخر الكلمات العربية باختلاف موقعها في الجملة. لما أقول كافأة المدرسة، يبقى المدرسة هنا هتعرب إيه؟ وتلي فاعل مرفوع بالضمة. كريما تعرب إيه؟ مفعول به منصوب بالفتحة. طب في الجملة الأولى كانت إيه؟ ركز، كانت مبتدأ مرفوع بالضمة. فالحرف الأخير تغيرت علامة الإعراب من الرفع اللي هي الضمة إلى النصب اللي هي الفتحة. في المثال الثالث أعطيت لكريم إن اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. فالحرف الأخير اتغيرت علامة الإعراب من ضمة لفتحة لكسرة، أو من رفع لنصب لجر، وده اسمه إعراب. فالإعراب تغيير تشكيل أواخر الكلمات العربية باختلاف موقعها في الجملة. طب إيه المعرب من الأسماء؟ قلت لي يا مستر الأسماء كلها معربة. الأسماء كلها معربة ما عدا ستة أسماء. هنعرفهم كمان شوية لما نعرف يعني إيه بناء. قلت لي لو أنا عرفت إن الإعراب هو تغيير ضبط أواخر الكلمات العربية، البناء ده ثبوت أو عدم تغيير ضبط أواخر الكلمات العربية. يبقى البناء ثبوت ضبط أو ثبوت تشكيل آخر الكلمة مهما تغير موقعها من الإعراب. لما أقول هذا تلميذ وأقول كافأة المدرسة هذا وأعطيت لهذا، هل هنا كلمة هذا تقدر تنطق معها الضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ مش هتقدر. يبقى كده البناء عدم تغيير أواخر الكلمات العربية أو ثبوت شكل أواخر الكلمات العربية. يبقى البناء ثبوت شكل أواخر الكلمات العربية باختلاف موقعها في الجملة، أو عدم تغيير شكل أواخر الكلمات العربية باختلاف موقعها في الجملة. الجملة الأولى كانت مبتدأ، الجملة الثانية كانت مفعول به، الجملة الثالثة كانت اسم مجرور. طب اتغير نطق الحرف الأخير اتغير معاك؟ قلت لا يا مستر، هنا كانت هذا، هنا هذا، هي المثال الأخير لهذا، مفيش أي تغيير في نطق الكلمة. يبقى ده اسمه بناء. البناء آخر مرة هقول إن البناء ثبوت أو عدم تغيير أواخر الكلمات العربية باختلاف موقعها في الجملة. طب إيه المعرب من الأسماء؟ إيه المبني من الأسماء؟ قلت لي الأسماء كلها معربة ما عدا اسم الإشارة، اسم الموصول، اسم الشرط، اسم الاستفهام، الضمير، بعض الظروف. هتعدهم معايا هتلاقيهم ستة. يبقى الأسماء كلها معربة ما عدا اسم الإشارة، اسم الموصول، اسم الاستفهام، اسم الشرط، الضمير، بعض الظروف. نروح للإعراب. المعرب ده عندي علامات إعراب أصلية، عندي علامات إعراب فرعية. علامات الإعراب الأصلية بنقول عليها الحركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة.
علامات الإعراب الفرعية بنقول عليها الحروف اللي هي الألف والواو والياء. لما أقول الطالب مجتهد يبقى الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العلامة أصلية ولا فرعية؟ قلت لي العلامة أصلية. لما أقول المهندسون مبدعون يبقى المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، يبقى هنا العلامة فرعية. العلامة فرعية، أبوك ذو علم، أبوك مبتدأ مرفوع بالواو يبقى العلامة فرعية. الطالبان مجتهدان مبتدأ مرفوع بالألف تبقى العلامة فرعية. يبقى احنا لما قلنا إعراب قلنا إن الإعراب تغيير طبق أواخر الكلمات العربية، قلنا أن علامات الإعراب عندي علامات أصلية وعندي علامات فرعية، قلنا إن العلامات الأصلية اللي هي الحركات الضمة الفتحة الكسرة، وقلنا إن العلامات الفرعية اللي هي الألف والواو والياء، وقلنا إن المثنى يعرب بعلامات فرعية، جمع المذكر السالم يعرب بعلامات فرعية، الأسماء الخمسة تعرب بعلامات فرعية، آخر علامة فرعية اللي هي علامة النصب في جمع المؤنث السالم وهي الكسرة. علامة النصب في جمع المؤنث السالم وهي الكسرة. يبقى بنقول أن الأسماء المعربة أو الإعراب تغيير طبق أواخر الكلمات العربية. قلنا كل الأسماء معربة ندخل على البناء ونقول رقم واحد اسم الإشارة. اسم الإشارة من الأسماء المبنية، بس اسم الإشارة مبني ما عدا هذان وهاتان، فهي معربة إعراب المثنى. يعني بقول هذا، هذه، هؤلاء، ذلك، تلك، أولئك، كل دي أسماء إشارة مبنية. بيجي لي السؤال في الامتحان، استخرج اسم مبني وبين نوع. حضرتك قرأت القطعة كويس فلقيت في القطعة هذا، يبقى الاسم المبني هذا نوع اسم إشارة، يبقى اسم الإشارة اسم الإشارة من الأسماء المبنية ما عدا هذان وهاتان فهي معربة وتعرب إعراب المثنى. هذان وهاتان معربة تعرب إعراب المثنى. لما يقول لك هذا تلميذ مجتهد، فين الاسم المبني؟ قلت له يا مستر هذا. لو قال لك حول المبني إلى معرب فهتضطر إن أنت تحول المثال من مفرد إلى المثنى، فبدل هذا تلميذ مجتهد هذان تلميذان مجتهدان. يبقى رقم واحد اسم الإشارة، اسم الإشارة من الأسماء المبنية ما عدا هذان وهاتان. رقم اتنين اسم الموصول من الأسماء المبنية، يعني الذي، يعني التي، يعني الذين، ما عدا اللذان واللتان فهي من الأسماء المعربة وتعرب إعراب المثنى. يا مستر الضمير، قلت لي سواء الضمير متصل أو ضمير منفصل يبقى ده اسم مبني ونوعه ضمير. هو، هي، هما، هم، هن، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. قلت لي الضمائر من الأسماء المبنية، الضمائر من الأسماء المبنية سواء هذه الضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة. يعني هنا ركز معايا، أنا اسم مبني نوع ضمير، هو اسم مبني نوع ضمير، أنتم اسم مبني نوع ضمير، تاء الفاعل لما أقول كتبت اسم مبني نوعه ضمير. قلنا إن أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان تعرب إعراب المثنى، يعني ممكن تبقى مرفوعة هتبقى هذان وهاتان، وممكن تبقى منصوبة أو مجرورة تبقى هذين وهاتين، تعرب إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. قلنا الأسماء الموصولة وقلنا الضمائر. هنتكلم عن اسم الاستفهام واسم الشرط، وخلي بالك علشان انت هتفرق ما بينهم من خلال الجملة او هتفرق ما بينهم من خلال المعنى. يعني لما اقول من يعمل وحط علامة استفهام يبقى ده اسم ايه؟ استفهام. لكن لما اقول من يعمل بجد يحبه الناس يبقى ده اسلوب شرط. اداة الشرط من، فعل الشرط يعمل، جواب الشرط يحبه الناس. يبقى كده في اسماء استفهام وأسماء شرط. جميع أسماء الاستفهام مبنية ما عدا أي، وجميع أسماء الشرط مبنية ما عدا أي، فهي معربة. لما أقول من، لما أقول ما، لما أقول كيف، لما أقول متى، آخر حاجة اللي هي بعض الظروف.
الظروف معربة، والظرف حضرتك عارف إن هو ظرف زمان أو ظرف مكان. يعني لما أقول صباحا ظرف زمان منصوب بالفتحة، لما أقول قبل المدرسة يبقى ده ظرف مكان منصوب بالفتحة. أمال إيه الظروف المبنية؟ قلت لي أنا عندي بعض الظروف في اللغة العربية مبنية، وهنقول منها مثلا الآن ظرف زمان مبني على الفتح، أمسي ظرف زمان مبني على الكسر، لما أقول حيث ده ظرف مكان مبني على الضم. يبقى الظروف معربة ولكن منها بعض الظروف مبنية، لا زي لما نقول أمسي أو الآن أو حيث. قلنا حيث ده ظرف إيه؟ قلت لي ده ظرف مكان مبني على الضم، لكن الآن ظرف زمان مبني على الفتح، أمسي ظرف زمان مبني على الكسر. يبقى تاني بنقول إن الأسماء كلها معربة ما عدا أسماء إشارة، هذا، هذه، هؤلاء، ذلك، تلك، أسماء مبنية ما عدا هذان وهاتان. الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان، يعني الذي، التي، الذين، اللائي، اللاتي. عندي أسماء موصولة مشتركة زي من وما، يبقى ده تبع الأسماء المبنية. بعد كده الضمائر، قلنا إن الضمائر متكلم، مخاطب، غائب. قلنا إن الضمير متصل أو ضمير منفصل فهو اسم مبني. لما بيقول لك بين نوعه تقول له اسم مبني نوعه ضمير. وقلنا في رقم 4 و5 أسماء الشرط وأسماء الاستفهام بنفرق ما بينهم بمعنى الجملة. وقلنا من يعمل حطينا علامة استفهام، يبقى دي من اسم استفهام. لما أقول من يعمل يحبه الناس ده اسم شرط. بعض الظروف زي حيث، زي أمس، زي الآن، دي ظروف مبنية لأن أنا عندي الظرف معرب، الظرف منصوب، منصوب بالفتحة، الظرف منصوب، منصوب بالفتحة. لو أنا سألت واحد وقلت له وهو الذي خلق السماوات والأرض، وقلت لك استخرج من القطعة الأسماء المعربة والأسماء المبنية. أيوة هو ده اسم مبني نوعه ضمير، الذي اسم مبني نوعه ضمير، السماوات اسم معرب، اسم معرب، الأرض اسم معرب. يبقى هنا ده اسم مبني نوعه هتقول له ضمير، ده اسم مبني نوعه اسم موصول، هنا ده اسم مبني، ده السماوات ده اسم معرب، الأرض ده اسم معرب. يبقى عرفت الفرق ما بين الإعراب والبناء؟ عرفت يعني إيه علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية؟ علامات إعراب أصلية قلنا الضمة، الفتحة، الكسرة. علامات إعراب فرعية اللي هي الألف والواو والياء، والكسرة في نصب جمع المؤنث السالم، والكسرة في نصب جمع المؤنث السالم. يبقى الإعراب تغيير ضبط أواخر الكلمات العربية، البناء ثبوت أو عدم تغيير ضبط أواخر الكلمات العربية. طلاب الأعزاء أتمنى تكونوا استفدتوا أو استمتعتوا معانا. إن شاء الله نتقابل في الدرس القادم بإذن الله.